من كوينز. اليوم حنسوي أظافرنا مع بعض، بس ما حنسويهم بأي طريقة. حنروح لعند أغلى صالون أظافر بمدينتي ونسوي عنده هذه الإيد، وبعدها مباشرة حنروح لعند أرخص صالون أظافر بمدينتي ونسوي عنده الإيد الثانية، وحنطلب منهم نفس الشكل نفس الموديل نفس الأظافر، وبآخر اليوم حنشوف إذا في فرق بين اليدين. فعلا بيسهل إنه ندفع سعر غالي على الأظافر. أنا شخصيا دايما بسوي أظافري عند صالون رخيص، لاني بحس انه يعني هم بس اظافر، بس حبيت اشوف اذا في فرق مثلا بالتكنيكس اللي بيسووا بالبرودكتس اللي بيستخدموا. حبيت اشوف اذا باخر اليوم حغير رايي واقتنع اني لازم اصير اسوي اظافري عند صالون غالي ولا حضل بالصالون الرخيص. فاذا حابين انتم كمان تشوفوا كل هذه الاشياء خليكم معي لاخر الفيديو. Notre cœur de métier c'est le modelage de l'ongle. Pas bien que ça ça va plus abîmer les ongles. فأنتي أي إيد حبيتي أكثر؟ الحين الساعة 10:30 الصبح، الصالونات عادة ببلشوا الساعة 10 الصبح، فيا خلونا نروح ونبلش بأغلى صالون أظافر. أنا ما اتصلت ما أخذت موعد، تخيلوا إني يقولوا لي لا حبيبتي لازمك موعد. نسيت اوريكم شكل الاظافر اللي اخترت. او ماي جاد او ماي جاد كثير حلو شكل الاظافر اللي اخترت، اظافر خريفيه بما انه احنا تقريبا صرنا بفصل الخريف. او ماي جاد، وتعمدت اني اختار شكل شويه صعب، مش كثير صعب، في اصعب من هيك بكثير، بس شويه صعب عشان نشوف مهارات الصالونين. انا كثير متحمسه، اي شيء به تحدي به تجربه بحياتي ما سويتها انا بكون كثير متحمسه اني اسويها واصورها. مش قادره انتظر اني اشوف اظافري باخر اليوم. وهذا شكل الصالون الاول. سويتها هي انها بردت سطح اظافري بهذه الآلة، واول فرق لاحظته هو انه الطاولة نفسها اللي انا حاطة فوقها يدي عبارة عن شفاطة تشفط الغبار اللي بيطاير من الاظافر. حطيت لي نوعين من المنتجات اللي بتهيئ الاظافر. ولصقت هذه الاوراق حول اظافري. حط باودر الأكريليك والأوراق اللي لصقنا هي اللي بتسوي لنا شكل الأظافر. لما جف الأكريليك شلنا الأوراق أكيد، وبدأت تبرد الأظافر بالآلة. صرنا أنا وهي نختار ألوان الأظافر حسب الصورة. غيرت رأس الآلة لرأس أصغر عشان تسقل شكل الأظافر. وغيرت لرأس كمان أصغر عشان تسقلهم من جوا وتشيل الجلد الميت اللي جوا الأظافر. بيستخدموها كلها منتجات خاصة بصالونهم من ماركتهم هم الخاصة، وهون اتجمعت كم واحدة وصاروا كلهم يشوفوا الصورة ويقارنوا الألوان ويتناقشوا. حسيتهم أخذوا طلبي على محمل الجد صراحة. وحطينا الألوان أكيد. حطيت لي هذا الباودر اللي بيعطي إفكت المراية على الأظافر اللي بتلمع عشان تلمع كمان أكثر. وهون إجت المسؤولة عن الصالون عشان تشرح لي ليش صالونهم هو الأفضل وبشو بيتميز عن باقي الصالونات.
travaille en fait la résine avec le chablon. C'est d'accord. L'acrylique ou bien le gel, on travaille mm-hmm. avec le chablon. Mm-hmm. Donc, c'est le papier qu'on a mis au début. Qu'on a mis avant. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le chablon. Ça, c'est une méthode. Mm-hmm. Il y a une autre méthode qu'on utilise les capsules. D'accord. Et donc il faut coller la capsule mm-hmm. avec l'ongle naturel. D'accord. En général, ça abîme en fait. Alors, ce qui abîme, c'est la façon avec laquelle on fait la dépose. En général, lorsqu'on met une matière superficielle sur l'ongle, il y a toujours des effets secondaires. Mais il faut savoir que la dépose, c'est une étape qui est très très importante. Il ne faut pas la négliger. Oui, donc, bien lorsqu'on sûr. Lorsqu'on fait la dépose, par exemple, une autre méthode, on utilise un produit qui permet de casser l'adhérence entre l'ongle naturel et le produit qu'on a utilisé, en l'occurrence la résine ou bien le gel. Sans abîmer les ongles. Sans forcément abîmer. Oui. Et en plus de ça, il faut tenir en compte que lorsqu'on fait la dépose et on utilise une machine, etc., il faut avoir une vitesse de rotation qui est dédiée pour l'ongle naturel. D'accord. Pour utiliser des grains adaptés à l'ongle naturel. Donc il faut prendre en considération tout un processus. Notre cœur de métier, c'est le modelage de l'angle. C'est pas juste coller d'accord. des faux angles et faire une couche de résine ou de gel. D'accord, c'est je vois. D'accord. Merci. ما كانت عندهم ستيكرز على شكل أوراق خريف مثل اللي أنا طلبت، فحطوا لي أقرب شيء موجود عندهم واللي هي هذه النجوم الذهبية والبرونزية. آخر مرحلة حطيت لي زيت معالج للجلد المحيط بالأظافر وسويت لي مساج لأصابعي. وهذه هم الأظافر. Oh my god, I love them. وحصل تغيير صغير بالتحدي لانه ما لقيت اغلى صالون. اغلب الصالونات سعرها محدد ومعروف، 60 دولار تقريبا الصالونات الغاليه و20 دولار الصالونات الرخيصه. فرحت لعند احسن صالون تنقيطا، دخلت لجوجل وشفت اللي عنده اعلى نجوم واللي عنده احسن تعليقات للناس. I'm in love with my nails. تجربتي بالصالون كانت كتير حلوة، بتحس انه صالون فخم. البنت اللي سويت لي اظافري محترفة ما شاء الله. طلبوا مني اني ما اصور كل المراحل بالتفاصيل لانه هذا السر مهنتهم، ولانه هم عندهم طريقة خاصة ما مش حابين انه العالم يعرفوها ويصيروا قلدوهم. نسيت اخبركم انه كمان عندهم لفواتوريي، يعني اللي بيركن لك سيارتك عشان انت ما تتعذبي لما توصلي للصالون. خلص بتخلي سيارتك امام الصالون وبتدخلي للصالون وهو بيتكلف، ولما بتكوني طالعة كمان بيجيب لك سيارتك لحد الباب وانت ما بتتعذب. فرق كمان بين الصالونين. والحين حنروح للصالون الاقل تنقيطا بجوجل حسب الزبائن. يا الله يستر، يلا بينا. وصلت للصالون وهذا هو الصالون. تكلمت معها وشرحت لها التحدي وهي وافقت. البنت اجتها الفكرة تاخذ هذه الورقة اللميعة وتقطعها لقطع صغيرة عشان تعوض الستيكرز اللي ما عندهم. جالسة تنسق الأشياء اللي حنحطها بالإصبع الوسط، وأعتقد إنه حيطلع كتير حلو. هون التكنيك يختلف، هون بيلصقوا أظافر بالأول بهذا اللصاق، وفوق الأظافر بيحطوا الباودر تبع الأظافر. Ah. En fait, ils mettent un papier collant et c'est la construction. Oui. Faut lui faire ça, pardon. Parce que c'est la même chose qu'on fait. C'est pas grave, vous faites comme vous faites normalement. Non, non, on fait avec le papier et on fait la construction. Elle va tester ça, la voir. Tester quoi? Je lui ai dit, tu lui fais le bon travail. C'est un bon travail, ceci.
قالوا لي انه هم كمان عندهم الاوراق اللي بيحطوها تحت الاظافر واللي بيحطوا الباودر فوقها. سو بيستخدموا هم كمان نفس التكنيك تبع الصالون الاول بس لما الزبونه تطلبه. Je crois bien que ça va plus abîmer les ongles. Ça va abîmer plus. Parce que ça va être plus difficile. Là au moins les faux ongles, les faux ongles que tu as mis va protéger toi-même tes propres ongles. ما بيستخدموا آلة البرد، بيبردوا بس بالمبرد التقليدي. وبلشت تحط الأوراق اللي قطعتها كستيكرز على الأظفر. بودرة الأكريليك فوق الستيكرز. الستيكرز حيثبتوا ما حيتحركوا من مكانهم. بدأت تحط الأكريليك على كل الأظافر. الحين بتضبط الشيب. فهذا هم المنتجات اللي عندهم. الظاهر إنه من ماركات صينية وكذا. أوكي. جالسين نحاول نسوي أقرب شيء بالمعدات اللي عندهم. وحطت لي الألوان أكيد. Donc c'est un traitement pour les cuticules. C'est ça. هما كمان عندهم هذا الزيت للأظافر. حبت النتيجة لدرجة إنها بتاخد صورة. سو في واحدة ثانية كمان بتاخد صورة. كلهم بياخدوا صور. سو هذا شكل الأظافر عند الصالون الثاني. يموتوا، حبيتهم بالشكل. او ماي جاد، كثير حبيت نتيجة الأظافر بالصالون الثاني. صراحة ما فهمت ليش الناس عاطين لهذا الصالون أقل تقييم. أما بالنسبة للسعر، فسعر الصالون الأول زي أغلب الصالونات اللي من نفس المستوى هو 60 دولار تقريباً. وانا دفعت نص السعر لاني سويت ايد واحده بس، فدفعت 30 دولار. اما بالصالون الثاني فالسعر زي اغلب الصالونات اللي من نفس المستوى هو 20 دولار، ودفعت السعر كله، ما دفعت بس نص مع اني سويت يد واحده بس. الفان بارت، اكثر فقره انا متحمسه لها من الصبح، حالتقي بصديقتي الحين وحاوريها اليدين واخليها تختار الايد اللي هي حبت اكثر، وحخليها كمان تحزر الايد اللي تسوت عند الصالون الاغلى والايد اللي تسوت عند الصالون الارخص. او ماي جاد. But first لازم اجيب اكل لقطتي لانه خلص عندها الاكل. اهم شيء اسم زبيده بالفاتوره. اوكي صرت مع صديقتي والحين حنسالها. سو انا سويت اظافري. ما كنت حاحكي لها اي ايد سويت عند اي صالون. انا سويت ايد عند صالون غالي اللي هو احسن صالون تقييما بجوجل، والايد الثانية عند صالون رخيص اللي هو الأسوأ يعني الأقل تقييما بالجوجل حسب آراء الناس. فأنتي أي ايد حبيتي أكثر؟ أوكي أي ايد حبيت أكثر؟ أوكي. اترددت كثير يعني قراب يعني كثير يعني قراب قراب. أظن هادو. سو هي اختارت هذه الايد اللي انتم بتعرفوا وين سويناها. بتظني انه هذه هي اللي تسوت عند الاغلى صالون؟ بظن. اوكي سو الاغلى صالون بيربح. هذه اللي تسوت عند الاغلى صالون. انت ليش فرحانه؟ نجحت بالتحدي. ماي جاد. فخلاصة القول انه انا شخصيا اذا حابة اسوي اظافري لكل يوم وكذا
ممكن اروح عند الصالون الرخيص لانهم مش بطالين ابدا. اما اذا حابه اسوي شيء لمناسبه معينه او حابه بس اني ادلع نفسي واحس نفسي بمكان فخم وكذا، فاكيد حروح للصالون الغالي اللي هو احسن تقييم. وبكل الاحوال فرق السعر مش كتير كبير، يعني 60 دولار و 20 دولار يعني. هذا كان فيديو اليوم، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا مثل ما انا استمتعت، واشوفكم. اهم شيء او ماي جاد نسيت، اهم شيء اكتبوا بالتعليقات اي ايد حبيتوا اكثر، انتوا عند اي صالون بتفضلوا تروحوا. ويا بحبكم كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.